صباح الخير من القاهرة والناس، نشرة صباحية جديدة إليكم أبرز عناوينها. القاهرة ترفض النزاعات الطائفية والمذهبية. مسير مصر تعمل على تعزيز التضامن العربي. مدينة الأثاث في أجندة رئيس الوزراء. الطاقة الشمسية في زيارة ساحر نصر. مكتشف أبو سمبل في عروس البحر. منطقة الثقافات الإفريقية في أسوان. أغلى ساعة في مصر. المولد النبوي نهاية نوفمبر. وإليكم تفاصيل النشرة. اهتمت المواقع الإخبارية وصحف القاهرة والصحف العربية الصادرة هذا الصباح بمتابعة الموقف المصري من التوترات الجارية في المنطقة والجهود المصرية المتلاحقة لاحتواء التطورات السلمية. وأبرزت الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه أمس بيوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية ترسيخ وحدة الصف العربي على ضرورة ونزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها في الوقت الراهن، وعلى رأسها انتشار خطر الإرهاب والفكر المتطرف والتي تتطلب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية. فيما تابعت أيضا الجولة العربية التي يقوم بها سامح شكري وزير الخارجية والتي بدأها أمس من الأردن، ونقل شكري رسالة شفهية إلى العاهل الأردني عبد الله من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتناول التطورات المتلاحقة في المنطقة وما تفرضه من أهمية تعزيز آلية التنسيق والتشاور لدعم الأمن القومي العربي والحفاظ على المقدرات العربية، مع التأكيد على سياسة مصر الثابتة بشأن تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات وضرورة تخفيف حدة التوتر والاستقطاب. هذا وتمتد جولة وزير الخارجية إلى الإمارات، الكويت، عمان، السعودية والبحرين التي وصلها أمس. هذا وأبرزت صحيفة المساجير الإيطالية زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري المقرر أن تشمل 6 دول عربية، وقالت إن مصر تعمل على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة وأيضا لتعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول، كما سينقل خلالها رسائل شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية والتشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة فيما يشهده الوضع في لبنان. يتابع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث، وذلك بعد أن عقد اجتماعا مساء أمس بحضور عدد من الوزراء ومحافظ دمياط، واستعرض الاجتماع تقريرا حول الموقف التنفيذي الحالي لمشروع مدينة دمياط للأثاث والجهود المبذولة لاستكمال توصيل كل المرافق. وشدد رئيس الوزراء على أهمية استكمال مراحل تنفيذ المشروع للانتهاء من تنفيذه وفق المواعيد المقررة، وذلك باعتباره مشروعا وطنيا سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في صناعة الأثاث في مصر، أخذا في الاعتبار اهتمام الدولة بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة والخبرة المتوفرة وتشجيع ودعم الصناعات المحلية بما يضمن تطويرها وتحسين جودتها والعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية للخارج. صباح اليوم تتفقد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، يرافقها خلال الزيارة وفد البنك الأوروبي واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان. وكان وزير الكهرباء تفقد نهاية الأسبوع الماضي مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان بمحافظة أسوان للوقوف على نسب التنفيذ في المشروع والذي سيساهم في إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة، وهو ما يعادل 90% من إنتاج السد العالي. يوقع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بروتوكول تعاون مع الدكتور اسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط لتطوير السوق الكبير بمركز ومدينة فرسكور واستكمال أعمال تطوير سوق مركز ومدينة كفر السعد. وكان محافظ دمياط قد بحث مع صندوق تطوير العشوائيات خطة تطوير 4 أسواق عشوائية بالمحافظة، كما قام الصندوق بتكليف المكتب الاستشاري بإعداد خطة عمل، ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل مع صندوق تطوير العشوائيات وبين الجهات المنفذة والمعنية بالوحدات المحلية 4 للبدء في الإنشاء بهدف القضاء على الأسواق العشوائية.
اليوم ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة وجامعة بازل السويسرية معرضا بعنوان أبو سمبل 200 عام بعد رحيل الشيخ إبراهيم بوكهارت، والذي يأتي بمناسبة الذكرى السنوية على 200 على وفاة الرحالة المستشرق السويسري بوكهارت الذي اكتشف أحد أشهر المعالم المصرية القديمة وهي معبد أبو سمبل بأسوان. يضم المعرض مجموعة من اللوحات التي تبرز الأماكن التي زارها الشيخ إبراهيم أثناء سفره للنوبة مثل معابد فيلا وأبو سمبل وقصر إبريم وما تحويها من تراث أثري مميز. وفي أسوان يستضيف قصر الثقافة أسوان فعالية الدورة الثالثة للمنطقة الدولية لتفاعل الثقافات الإفريقية بمشاركة 20 دولة تحت عنوان الثقافات الشعبية في إفريقيا في إطار اختيار محافظة أسوان عاصمة للثقافة الإفريقية. ويتناول الملتقى عدة موضوعات ومحاور رئيسية منها الثقافات الكبرى في القارة ومكانة الثقافة الشعبية بها، الثقافات الشعبية والفنون البصرية، الفنون الشعبية في إفريقيا، الطب الشعبي والثقافات الشعبية في إفريقيا، التأثيرات المتبادلة بين الثقافات الإفريقية والأنواع الثقافية داخل إفريقيا وخارجها. ويقام على هامش الملتقى معرضا للكتاب ومعرض فن تشكيلي بعنوان الفن التشكيلي المصري وتفاعل الثقافات الإفريقية. قال عبد الرحمن عزام رئيس شعبة ساعات بغرفة القاهرة التجارية إن سعر أغلى ساعة مستوردة بالطلب تباع في مصر حاليا ويصل إلى حوالي 3 ملايين جنيه، وغالبا ما تكون مرصعة بالألماس ومصنوعة من الذهب ماركة رولكس السويسرية، ويتم بيعها لصالح أفراد وشركات معينة لاستخدامها كهدايا، رغم أن سوق الساعات يعاني من ركود تصل نسبته لأكثر من 50% في الفترة الحالية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الاستيراد بعد شروط التسجيل الجديدة التي حدت منه بصورة كبيرة نظرا لصعوبة تنفيذها على أرض الواقع. كل مولد وأنتم بخير. فقد أكد دكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد فإن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي ستوافق يوم الأحد المقبل، وعليه فإن المولد النووي الشريف سيكون يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري حسابيا. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره. وتقول الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ورياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.